التنزه ومشاهدة المناظر الطبيعية تسعد النفس. والحديث أثناء التنزه أمر ممتع. فعلا. أمي، كالعادة أريد أن أسألك بعض الأسئلة. تفضلي يا ابنتي. من هم أفضل البشر؟ أفضل البشر هم الرسل والأنبياء. ما معنى الرسول؟ هو إنسان أرسله الله لنا ليعرفنا صفات الله ويعلمنا كيف نعبده. كم نبي ذكر في القرآن يا أمي؟ 25. هل الأنبياء هم الرسل؟ لا يا عائشة، ليس كل نبي رسول، ولكن كل رسول نبي. هل تعلمين يا عائشة أن لبعض أنبياء الله ألقاب؟ نعم يا أمي، فالنبي موسى عليه السلام سمي بكليم الله، والنبي عيسى عليه السلام سمي بكلمة الله، وسيدنا إبراهيم عليه السلام سمي بخليل الله. بالفعل، أما سيدنا سليمان عليه السلام فسمي بالحكيم، وسيدنا يونس عليه السلام سمي ذنون، أما نبي الله شعيب عليه السلام فسمي بخطيب الأنبياء. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، هو خاتم الأنبياء والمرسلين.